كما يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية. مرحبا بك سعادة المحافظ. من المعروف أن من المحاور المهمة التي تهتم بها كثيرا وزارة الداخلية هو الشراكة المجتمعية. لو تحدثنا عن هذه الإيجابية وانعكاسها على المجتمع. بداية أحب أرحب بالأخت مريم والسادة المشاهدين وأسعد الله مساءكم بكل خير. وأود أن أعبر عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. كما يسعدني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات بمناسبة مئوية الشرطة البحرينية إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لرئيس الوزراء، وإلى الشعب الوفي. والتهنئة موصولة إلى معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وإلى كافة منتسبي الوزارة. عاد الله هذه المناسبة على الوطن العزيز وراية النصر خفاقة في ربوعه، آمنا مطمئنا يعمه الوئام والمحبة والسلام. في الحقيقة تقترن أهمية هذه المناسبة الوطنية بمرور 100 عام على المسيرة المباركة لشرطة البحرين منذ العام 1919 استذكارا للتضحية والفداء والإخلاص في الدفاع عن مكتسباتنا الوطنية والمؤسسات الدستورية لإنفاذ القانون، وهو يوم للوفاء ورد الجميل والدين للأبطال الذين شكلوا بمئوية الشرطة حجر الزاوية في التصدي للجريمة والإرهاب. والشرطة بمئويتها قد تجاوزت كل التحديات في بناء وتطوير الأجهزة الأمنية، حيث استطاعت في 100 عام من بناء منظومتها الأمنية المتقدمة والقدرات المتفوقة في تحقيق الأمن والسكينة وحماية المجتمع من براثن الجريمة والانحراف. نعم. ويعيش الوطن الأيام هذه الأيام الفرحة ملكا وحكومة وشعبا ضمن احتفالات شهر ديسمبر بالعيد الوطني المجيد وذكرى الجلوس ويوم الشهيد، تأكيدا للوفاء والعرفان للعيون الساهرة في مختلف المواقع، حفاظا على الأمن والسكينة واستذكارا للحب لأولئك الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس وضربوا أروع الأمثلة في استتباب وبسط الأمن والنظام العام. نعم. بقيادة معالي وزير الداخلية الذي لم يدخر جهدا في سبيل دعم تطوير المنظومة الأمنية التي هي اليوم محل فخر واعتزاز لدى الجميع. نعم سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، شكرا جزيلا لك.